السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، نطالع أبرز ما فيها. في موقع الموقع بوست، الأهالي يغلقون مدرسة في عمران احتجاجا على تعيين معلمين من قبل ميليشيا الحوثي. من موقع يمن مونيتور، السجن 24 ساعة وغرامة مالية لكل من يصطاد السلاحف في حضرموت. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، الأطباء يستخرجون مقصا نسوه قبل 20 عاما في بطن أحد المرضى. نبدأ من موقع الموقع بوست، والذي يتابع ما تتعرض له العملية التعليمية في البلاد، وعنوان الموقع: مواطنون يغلقون مدرسة بعمران احتجاجا على استخدام الحوثيين بدلاء لمدرسي الصفوف الأولى. وقال الموقع إن المواطنين بمديرية المدان شمال محافظة عمران قاموا بإغلاق إحدى المدارس احتجاجا على استخدام ميليشيا الحوثي بدلاء لمدرسي الصفوف الأولى في المدرسة. وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن الأهالي قاموا صباح اليوم الثلاثاء بإغلاق مدرسة أساسية ثانوية رفضا منهم لفرض مدرسين من قبل الميليشيات. وأضافت أن مدرسة السلام تعتبر المدرسة الثانية من مدارس المنطقة التي يتم استهدافها من قبل الميليشيات بتغيير فريقها التربوي. وموقع يمن مونيتور ينقل أحد الموضوعات التي تبثها قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وعنوان الموقع: ذبح السلاحف الخضراء النادرة في اليمن يهدد بانقراضها. وكشف تقرير أن مئات السلاحف النادرة مهددة بالانقراض بعد عمليات ذبح استهدفتها في محمية شرمة بالمكلا. وقال التقرير إن المئات من السلاحف قدمت للبيع بعد ذبحها في مطاعم لحوم الماعز خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقا لسكان المنطقة والمسؤولين، فإن ما لا يقل عن 250 من السلاحف المهددة بالانقراض في محمية وطنية باليمن قد قتلت على أيادي الأهالي خلال الشهر الماضي. وقال التقرير إن اجتماعا طارئا عقده مسؤولون محليون وقوات من خفر السواحل والأمن، واتفقوا فيه على عدد من الإجراءات التأديبية ضد صيد السلاحف، بينها أن من يقتل السلاحف سيكون عليه دفع غرامة قدرها 100,000 ريال يمني، وسيسجن لمدة 24 ساعة. جوهر قضيتنا. تحت هذا العنوان كتب أحمد الشلفي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال فيه: من أجل التأسيس لقضيتنا، فإن ما يحدث من حرب وما حدث من انقلاب كان بسبب رفض المركز سحب السلطة من تحت أقدامه. دعكم من التفاصيل الأخرى: هروب الرئيس هادي بالقميص من منزله، ثم ضرب قصره في عدن، ثم هروبه عبر عمان بعد اقتحام عدن طلبا لرأسه، كان هدفه إخماد الشرعية التي أسس لها الحوار الوطني الذي يرسم ملامح يمن اتحادي جديد بعيدا عن العوائل والأسر المقدسة. طرد هادي من قبل هذه المراكز التي قاومت التغيير ولا زالت تقاومه حتى الآن، وأرادوا أن يلقى هادي مصير الرئيس الحمدي. المسألة ليست سهلة، واختزالها في تفاصيل صغيرة سذاجة كبيرة، وكل هذه الأطماع العاتية تحاول أن تتجمع مرة أخرى، ونسيت كل مذلاتها القاهرة وخصوماتها، وتفكر فقط كيف تسترد الحكم. لا أستثني منهم أحداً، ولا زال اليمن مطاردا، ولا زالت المؤامرات تحاك. انظروا حولكم، كم القذارات العصبوية والطائفية لا ينتهي، ولكن في أشكال جميلة. سيستمر الحلم اليمني، وسيخلد التاريخ مؤامرات الأنذال على الجمهورية الثانية كوصمة عار لا تنمحي. موقع مسند عنون في صفحته الرئيسية بخصوص واحد من أوجه اعتداءات ميليشيا الحوثي، وعنوان: ميليشيا الحوثي تعتدي على أكاديميي بجامعة إب. وقال الموقع: أقدم أحد مسلحي ميليشيا الحوثي على محاولة الاعتداء على عميد إحدى الكليات بجامعة إب إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، حاول بعدها المسلح الحوثي الاعتداء على العميد داخل حرم الجامعة.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن عميد كلية العلوم في جامعة إب تعرض لمحاولة اعتداء من قبل أحد المسلحين الحوثيين الموجودين داخل الحرم الجامعي. وقالت مصادر في جامعة إب أن عميد كلية العلوم قدم شكوى لرئاسة الجامعة بما تعرض له، مطالبا بوضع حد لذلك ووضع قيمة واحترام للفريق الأكاديمي داخل الجامعة. ويتابع الموقع: يتعرض الأكاديميون في مختلف الجامعات لاعتداءات متكررة من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي، وسبق للميليشيا أن اعتدت على أحد الأكاديميين في جامعة صنعاء. موقع الاشتراك نت تابع مجريات الأحداث في واحدة من المناطق المهملة، وقال الموقع: دمنت خدير تخوض معركة المجهود الحربي. ويقول الموقع أن دمنة خدير المنطقة الريفية الوحيدة بمحافظة تعز لم تدنس ترابها الحرب، لكنها اليوم تدفع ضريبة ذلك بصورة إتاوات وجبايات غير قانونية تفرضها الميليشيات على أبناء المديرية. وقال الموقع أن ميليشيات الانقلاب وأعوانها تفرض الإتاوات لصالح ما يعرف بالمجهود الحربي للميليشيات. ويتابع الموقع: تعد مديرية دمنة خدير شرق محافظة تعز سوقا وملتقى لأكثر من 5 مديريات، هي سامع وخدير والصلو وبعض قرى مديريتي صبر المصراخ والموادم من الجهة الجنوبية. العديد من المواطنين في دمنة خدير قالوا للاشتراك نت أن الميليشيات الانقلابية فرضت مبالغ مالية كبيرة على تجار المواد الغذائية، مؤكدين أن هذه المبالغ تراوحت ما بين 2 مليون و3 ملايين ريال على كل تاجر جملة. من غير الطبيعي أن يستمر الوضع على ما هو عليه من مصادرة الجامعات، وكذلك تجاهل كل معاناة الأكاديميين لأكثر من 5 أشهر على انقطاع رواتبهم، ناهيك عن الاختطاف حريتهم ومصادرتها قبل كل ذلك. هذا جزء مما كتبه توفيق السامعي في مقاله المنشور، والذي تحدث فيه عن معاناة أساتذة الجامعة. المراقب للشأن الأكاديمي في اليمن خلال العامين الماضيين كان يصاب بالصدمة والذهول لما آلت إليه الأوضاع في جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الأخرى بعد الانقلاب الميليشيوي، حيث كان الجميع لا يكاد يصدق أن الصرح التعليمي الأول يمكن أن ينكسر للميليشيات ويطبع وضعه متماهياً مع الانقلاب، خاصة وأن جامعة صنعاء قد ذاقت طعم الحرية وتصدرت شعلة ثورة فبراير المجيدة وفتحت ذراعيها لتلك الثورة العظيمة واحتضنتها في ساحتها المباركة ساحة التغيير. اليوم ها هم أكاديميو اليمن يثورون لكرامتهم، لعزتهم، لمعيشتهم، ويبدأون مرحلة الإضراب الأولي الذي سيتلوه ثورة الجامعات، ولا شك في ذلك شريطة أن يلقوا المؤازرة من فئات الشعب المختلفة، وأن تتلقف ثورتهم القيادة السياسية والعمل على تصعيدها حتى تؤتي أكلها كاملة مكملة، حتى لا تخمد نارها عند أول منعطف وتكون هي حامل شعلة التغيير الحقيقية. نشد على يد معلمين وأكاديميين حتى يتجاوزوا حالة الرهبة من الميليشيات القاتلة، فهذه الميليشيات تعيش اليوم أسوأ مراحلها، ولا شك أنها في هذا الحال تكون خائفة تترقب كل صيحة عليها. اليوم الأكاديميون يترجمون حالة ثوار سبتمبر وأبيات الزبيري في أن أنينهم صار ثورة، وصرخاتهم ستغدو سهاما تطلق على الانقلابيين بعدما كتموا أنفاسهم ردحا من الزمن وجثموا على صدورهم 2 كاملين. فعلينا جميعا كإعلاميين تلقف هذه الصرخات وإيصالها لكل فئات الشعب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وبث الأمل في نفوس الأكاديميين، وكلنا من خلفهم سائرون وإلى النصر ماضون. إلى موقع المصدر أونلاين عنونا في صفحته الرئيسية: صحيفة حوثية تبشر موظفي القطاع الحكومي بالمرتبات الممغنطة. جاء في التفاصيل: صحيفة الديار، وهي واحدة مما يعرف بالصحف الصفراء وتعمل ضمن المنظومة الإعلامية للانقلاب في صنعاء، نشرت عنوانا بالخط العريض على صفحتها الأولى: المرتبات الممغنطة، وداعا للأوراق النقدية، أهلا بالزلط الإلكترونية.
ويضيف الموقع كانت جماعة الحوثي قد وعدت موظفي القطاع الحكومي بصرف نصف رواتب شهر سبتمبر مع بداية العام الحالي، لكنهم فوجئوا بالحديث عن المرتبات المغنطة التي تحولت إلى مادة للتندر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. والمنظومة الإعلامية للانقلاب بحسب الموقع تحاول تسويق أكاذيب قيادة الجماعة بغرض تخدير الشارع الذي أصبح اليوم أكثر تململا من عدم تسلم الرواتب، بينما تنفق مليارات الريالات شهريا على ميليشياتها في جبهات القتال. وقبل قراءة أهم ما ورد في الصفحات أو صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في صفحتها الدولية: دبلوماسي بريطاني صالح يناقض تعهداته والقرار 2216 أساس الحل. وقال إدموند براوند سفير المملكة المتحدة في اليمن للشرق الأوسط إن تصريحات صالح تناقض التزامه والتزام الحوثيين في 16 من نوفمبر الماضي بالمرجعيات الثلاث الأساسية في أي حل سياسي للأزمة اليمنية. وجدد السفير البريطاني في اليمن تأكيده ما أقره وزراء اللجنة الرباعية للولايات المتحدة منها بريطانيا والسعودية والإمارات في الرياض ويوم 18 من ديسمبر الماضي بشأن اقتراحات الأمم المتحدة التي تقوم على أساس المرجعيات الثلاث. وأضاف كلام صالح الأخير يناقض البيان الصادر في 16 من نوفمبر الماضي من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح وجماعة أنصار الله الحوثيين والتزامهم بمقترحات الأمم المتحدة والمرجعيات. وأكد براون أن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة تمثل أفضل طريق إلى حل سياسي يمثل كل اليمنيين. وكشفت وثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة إماراتية عن عجز السلطات الإنقلابية في صنعاء عن تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لمئات المعتقلين في سجن أمني بالعاصمة. وأكدت الوثيقة التي نشرتها صحيفة الاتحاد الموجهة من مدير البحث الجنائي بصنعاء إلى مدير أمن العاصمة عدم توفر الاحتياجات الضرورية للموقوفين بسجن إدارة المباحث مثل الغذاء والمياه والغاز. وقالت الوثيقة إن سبب ذلك يعود إلى نفاد الكمية الغذائية، إضافة إلى أن عدد الموقوفين كبير جداً يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن. وحذرت الوثيقة من حدوث فوضى داخل السجن الذي يضم مئات السجناء المعتقلين منذ فترات طويلة في إجراءات تعسفية بعيدة عن القضاء. الوصول الصعب إلى الحوبان، رحلة الكيلو أو الكيلومترات العشرة تختصر معاناة تعز، عنوان لصحيفة العرب الجديد والذي قالت في التفاصيل أنه لم يعد الانتقال من وسط مدينة تعز اليمنية تحديدا شارع جمال عبد الناصر إلى منطقة الحوبان سهلا على غرار الوضع في السابق، حيث كان الانتقال بين المنطقتين التي تفصل بينهما مسافة لا تصل إلى 10 كيلومترات يتم عبر وسائل المواصلات المتوفرة ولا يكلف الراكب أكثر من 100 ريال يمني ويأخذ من الزمن نحو 10 دقائق. وتقول الصحيفة الحرب مزقت المدينة وأهلها وصنعت حكاية طويلة ومليئة بالمشقة والمخاطر لرحلة الانتقال من منطقة يسيطر عليها الجيش الوطني وسط المدينة إلى منطقة أخرى تسيطر عليها الميليشيات شمال شرق المدينة. وتضيف تعتمد الميليشيا زيادة معاناة أبناء تعز أو تتعمد عفوا الميليشيات زيادة معاناة أبناء تعز القابعين تحت الحصار مستغلة سيطرتها على جميع منافذ المدينة باستئناف أو باستثناء المنفذ الجنوبي، ولم تتردد الميليشيا في تجديد الحصار ونقل معظم المكاتب التنفيذية والبريد وبعض البنوك إلى منطقة الحوبان التي تسيطر عليها. وعن خصوصية 2017 للمنطقة العربية كتب بهجة قرني لصحيفة الاتحاد الإماراتية مقالا قال فيه: الفكرة الشائعة هي أن انقضاء عام وحلول عام جديد يمثل مفصلا تاريخيا، لكن الأحداث لا تؤيد هذه الفكرة الشائعة بالمرة، فما هو إذن مغزى بداية عام 2017؟
هذا العام في الحقيقة هو العام المئوي لإعلان بلفور وزير الخارجية البريطاني الذي وعد اليهود في عام 1917 بمنح فلسطين كي يأتوا إليها من بقاع الأرض ويتخذوها وطنا قوميا ويقوموا بإنشاء دولتهم على حساب أصحابها. ارتكبت بريطانيا جريمة قانونية وأخلاقية كبيرة لأنها كانت منتدبة من قبل المجموعة الدولية لتهيئة الفلسطينيين لنيل الاستقلال وإدارة شؤونهم. لم يكن لها بالمرة أي حق في التصرف في مصير فلسطين لأنها أمانة في يدها تختلف عن علاقتها بلندن أو حتى أي مستعمرة من مستعمراتها. لذلك كان عبد الناصر موفقا عندما وصف وعد بلفور بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. من أخطر هذه الحروب والتي تحل في عام 2017 ذكرها 50 هي حرب يونيو عام 1967 والتي يسميها الكثيرون حرب الأيام الست، إشارة إلى أنها كانت حربا خاطفة. والحقيقة أن مصير هذه الحرب قد تم حسمه ليس في ستة أيام ولكن في ساعات قليلة فحسب، وذلك عندما قام الطيران الإسرائيلي بتدمير معظم الطيران العسكري لدول المواجهة العربية خاصة مصر، سوريا والأردن، وهو لا يزال رابضا على الأرض فأصبح كسيحا تماما، وضمنت إسرائيل السيطرة على سماوات المنطقة. أهمية عام ينقضي وعام يبدأ ليس لأنه يشكل الأحداث بين ليلة وضحاها، فهذا لم يحدث بين 31 من ديسمبر 2016 والأول من يناير 2017، بل العام الجديد هو عامل فصل تاريخي على الورق لتقييم الماضي واستخلاص عبره ودروسه لكي يكون المستقبل أفضل أو على الأقل بغية عدم تكرار أخطاء الماضي. ميدانيا قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن اللواء 26 ميكا بالجيش الوطني اليمني سيطر على منطقة المقيربة ومواقع مجاورة لها شرق منطقة الساق الواقعة غرب مديرية عسيلان في محافظة شبوة عقب مواجهات مسلحة عنيفة، حيث دارت مواجهات مسلحة في جبهة الساق على الخط الإسفلتي الذي يربط بين منطقة النقوب وحريب غرب عسيلان والتي تبعد عن مفرق بيحان حريب حوالي 6 كيلو مترات. وأفادت المصادر بسقوط ما لا يقل عن 9 قتلى بينهم قناصان وعدد من الجرحى في صفوف الانقلابيين ومقتل 5 من رجال الجيش والمقاومة وإصابة آخرين. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ لكم: بعد 20 عاما استخراج مقص من أحشاء شخص نساه الأطباء. وتقول الصحيفة: استخرج الأطباء من رجل فيتنامي زوجا من المقصات الطبية ظلت داخل معدته لنحو 20 عاما، حيث يحتمل أن يكون الأطباء قد نسوه داخل بطن المريض إثر عملية جراحية أجراها عام 1998. وأكد أحد الأطباء أن زوج المقصات ظلت داخل بطن المريض لمدة 18 عاما ونصف، ولكنه لم يلاحظ على الإطلاق وجود أي شيء غير عادي. وتتابع الصحيفة: وكان المريض قد دخل المستشفى الشهر الماضي لتلقي العلاج بعد إصابته في حادث سير، غير أن الفحوصات العديدة التي أجريت له بالموجات فوق الصوتية كشفت عن وجود المقصات. هل العرب مكان في النضال العالمي؟ بهذا التساؤل جاء رأي صحيفة القدس والتي قالت: حذرت منظمة آفاس في بيان بعنوان رجل واحد لتدميرنا جميعا من أن رجلا واحدا هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب يستطيع تدمير مستقبلنا إذا ما نفذ وعده بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس المناخية. انهيار هذه الاتفاقية يعني فشل سكان الأرض في وقف التغير المناخي، ما سيجعل مدنا عديدة بينها طبعا مدن عربية غير صالحة للحياة في المستقبل، إضافة إلى السياسات الصناعية والزراعية وما يسفر عنها من انقراض أعداد كبيرة من الكائنات الحية والأمراض الخطيرة التي تظهر بشكل غير متوقع. يضاف إلى ذلك مخاوف من امتلاك أسلحة دمار شامل واستخدام علوم مثل الهندسة الجينية لأغراض تؤدي لزيادة الاختلالات في البيئة والاجتماع والسياسة والاقتصاد. وإذا كانت هذه السيناريوهات لا تكفي لجعل البشر يقلقون على مصيرهم،
فإن تزايد النزعات القومية والخطط الروسية المعلنة لزيادة سباق التسلح النووي كلها وقائع تزيد احتمالات الصراعات التي قد تنفلت عن عقالها أو تؤكد اتجاهاً راجحاً لسيادة قوانين الغاب. هذه السيناريوهات تضع معاناتنا الاستراتيجية الهائلة في العالم العربي في إطار نسبي، وتدعونا لإعادة النظر إلى كفاحنا التاريخي للعدالة والتنمية والديمقراطية باعتبارها جزءاً من كفاح إنساني هائل تتربط فيه شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع بشؤون الدخول في طور حضاري جديد وقضايا عودة توازن مفقود بين البشرية والطبيعة. هي الجانب السياسي من المسألة، وسيكتسب كل ذلك معان أكبر إذا ترافق مع انتباهنا لتطورات العصر العميقة ولمكاننا في النضال العالمي. النضال ضد اندفاع ترامب وطغيان بوتين وغطرسة نتنياهو ووحشية طغاة العرب هي الجانب السياسي من المسألة، وسيكتسب كل ذلك معان أكبر إذا ترافق مع انتباهنا لتطورات العصر العميقة ولمكاننا في النضال العالمي. بين التفاؤل والخوف والتحدي، تنوعت الطرق التي استقبل بها الناس حول العالم العام الجديد. صحيفة العرب الجديد نشرت صوراً عنونتها بأهلاً 2017، وفيها توثيق لمظاهر استقبال العام الجديد. نتابع معكم الصور. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، وفي النهاية نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور.